السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم في هذا الفيديو جايب لكم اسهل طريقه تشغيل خدمات جوجل مثل يوتيوب، مثل جوجل بلاي، كل متجر جوجل بلاي وكل خدمات جوجل على هاتف هواوي بدون قيود بدون مشاكل. هذا أسهل طريق يا شباب. في طرق كثيرة، هناك 6 طرق، ولكن في هذا الفيديو بشرح طريقة واحدة والأسهل والأسرع. إذا تريد تعرف باقي الطرق الرابط في الديسكريبشن، هناك بتحصل الشرح. أوكي، أسهل طريقة هو أنك تحمل تطبيق هذا التطبيق. طبعا رابط التطبيق أيضا بتحصله في الديسكريبشن. هذا التطبيق مجرد أنك ما تحمله من موقع الرسمي الخاص للتطبيق، شرح في الرابط في الديسكريبشن. بعد ما تحمله بيعطيك بهذا الواجهة. أوكي، الحين لازم تعطيه الصلاحية اللازمة. أضغط على سماح، أضغط على بد، أضغط على سماح، سماح، اوكي، اضغط على استمرار. بعد ما تضغط على استمرار، اوكي، انتظر ثواني لين ما يحمل الجميع تطبيقات خدمات جوجل مباشره في التطبيق. بامكانك تحمل او بامكانك تستخدم جميع خدمات جوجل مثل جوجل بلاي، متجر جوجل بلاي، وتطبيق يوتيوب، وبحث جوجل، وجوجل صور، وكل شيء، كل خدمات جوجل، كل خدمات جوجل انك تقدر تستخدمها بدون قيود وبدون مشاكل وبسرعه وسهوله. طبعا انا راح بوقف الفيديو لين ما يحمل وبرجع لكم. فيلا اوكي يا شباب، بعد ما يكتمل العداد 100% خلاص يتم تحميل جميع خدمات جوجل بامكانك انك تستخدمها بدون مشاكل. طبعا الناس ما يشوفون، خلاص تم تحميل كل شيء من ضمنها، فيسبوك، يوتيوب، جوجل بلاي، واتساب، كل هذا التطبيقات انك تقدر تستخدمها بدون قيود. طبعا جوجل بلاي، طبعا تفتح جوجل بلاي وتسجل دخول، تحط حسابك وتحمل اي تطبيق راح بتحصل. بعد ما تحمل تقدر بعد ما تحط حسابك في جوجل بلاي تحرير تحمل اي تطبيق تريده. طبعا الناس يشوفون يوتيوب، اذا تفتح يوتيوب خلاص اليوتيوب شغال بدون قيود. الناس يشوفون تكتب في البحث اي شيء تبيها وتبحث عن اي فيديو وتشوف بدون قيود وبس. هذا هو المقطع. طبعا جميع خدمات جوجل في هذا التطبيق جدا ممتاز لاستخدام تطبيقات جوجل على هاتف هواوي بدون قيود وبس. هذا هو المقطع، خريطة جوجل. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس طبعا في طرق اخرى، اشترك في الديسكريبشن، ادخل الرابط في الديسكريبشن، شوف باقي الطرق وبس. إذا ما عجبك هذا الطرق استخدم باقي الطرق وبس. مع السلامة.